السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامج فرسان الميدان. كل عام والأمة الإسلامية بخير. احتفلنا بالأمس بمولد خير البرية النبي صلى الله عليه وسلم. كل عام وحضراتكم والمصريين وجميع الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. النهاردة بتشرفني ضيفة يعني كبيرة وخبيرة في علوم الطاقة وما وراء الطبيعة. معايا النهاردة بتشرفني في الاستوديو الدكتورة رباب الششتاوي. أهلا بيكي، منوراني يا فندم. الدكتورة كان لحضرتك كتاب مهم جدا، ويمكن الكتاب أصدرته أخبار اليوم مؤخرا، اللي هو كتاب عوالم الإنسان المجهولة، حقائق لم نعرفها من قبل. ممكن حضرتك تدينا تعريف كده سريع عن هذا الكتاب؟ هو الكتاب ده انا بكتبه تقريبا من يمكن سنه 2011، وكل مواضيع دار نشر تدهولي وتقولي ربنا معاكي فالحمد لله ان اخيرا ان يعني شجاعه بقى دار اخبار اليوم ان هي نشرته. حتى استاذ علاء عبد الهادي كاتب في مقدمه الكتاب ان احنا بنقدم حاجه علميه، عايز تقبلها تقبلها، عايز ترفضها ترفضها، لانه بيقدم تحديات للعقل. يعني اول مثلا كتاب بيشرح السحر مثلا بطريقه علميه، بيشرح طاقه الالوان بطريقه علميه، الحاجات اللي كنا نعرفها انها كرامات او عادات او تقاليد مش عارفين لها سبب. يعني مثلا لو حضرتك بصيت حاجه زي السحر، السحر لو في الحاجه الماديه ما نعرفش، ما تقدرش توصفه، بس كتير من الناس بيحصل لهم ده، او يعني بيحصل لهم، بيحسوا ان هم لما حصل حد شاف حاجه الحاجه باظت، هم لما اتكلموا عن حاجه الحاجه باظت، مش لاقيين تفسير علمي. فده عامل تحدي لعقلهم. هم درسوا او كلنا درسنا دراسه ماديه، يجي يشوفوا الحسد يلاقيه ظاهره موجوده بس ملهاش تفسير، وبعدين موجوده في القران او موجوده في الاديان السماويه فاحنا نؤمن بيها. طب يعني ايه سببها؟ يمكن معانا غلاف في الكتاب دلوقتي، لو حضرتك شوفي على الشاشه معانا دلوقتي موجود عوالم الإنسان المجهولة، حقائق لم نعرفها من قبل أو لم نعرفها من قبل. فهو فعلا بيقدم مجموعة من الحقائق، فمجموعة الحقائق دي بتعمل بقى ايه؟ يعني بتفتح أبواب جديدة في العلم، أبواب جديدة في تحديات العقل، يعني بتخرج عن إطار النمطية اللي احنا اتعودنا عليه. طب ده بيخلينا ان احنا يعني نبحر كده في موضوع مهم جدا، اللي هو تعريف الطاقة. ايه المقصود بالطاقة يا دكتورة وما وراء الطبيعة؟ الطاقة يعني لو احنا اول ما سمعنا كلمة طاقة واحنا صغيرين سمعناها في الفيزياء، يعني كان يقول ايه، او في العلوم، ان الفيزياء هي علم دراسة المادة والطاقة. يعني احنا بندرس مادات زي المواد الصلبة والسائلة والغازية، وبندرس طاقة زي الكهرباء او الضوء. اوكي، طب مش دول بس الطاقتين الموجودين في الكون؟ يعني مثلا لو في حاجة سخنة بتطلع طاقة حرارية، ذبذب. لو انا صوتي طاقة ميكانيكية، ذبذب. فكل حاجة بقى ذبذبات، كل حاجه في يعني حتى حركه الاجسام الصلبه دي هي فيها ذرات بتتحرك وهل بتردد صحيح معين. المكان بيبقى ليه طاقة؟ يعني أنا لو في المنزل، في الشقة، في البيت، هنا المكان نفسه فيه ليه طاقة؟ المكان له طاقه اوريدي في المكان، والمكان بياخد طاقه من طاقه سكان. بمعنى؟ يعني ان انا بسيب طاقتي في الكون. يعني لو في ناس طيبه في المكان فطاقتهم، طاقه المكان تبقى كويسه، ولو انت دخلت مكان الناس اللي فيه مش قد كده او طاقتهم سلبيه بتحس انك مش مبسوط. يعني لو في ناس شريره في مكان ما وانا في المكان ده يعني احس ان انا مش مبسوط؟ حتى ممكن بعد ما يسيبوا المكان تبقى تدخل المكان تحس ان انت مش مستريح، لان حسب قانون بقاء الطاقه ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم. يعني الطاقه دايما موجوده. فاحنا هنمشي، احنا دلوقتي في الاستوديو، بعد ما نمشي الكلام اللي احنا سايبينه دي طاقه في المكان. الحراره بتاعت جسمنا، احنا ادفى من الجو 37، بنفقد طاقه. افكارنا بتطلع موجات كهرومغناطيسيه، احنا سايبينها في المكان لغايه يوم القيامه بقى. فلو اي حد يجي هيحس يا بارتياح يا بعدم ارتياح. ده طاقه من الناس اللي فيه. في طاقه كمان من اتجاه المكان نفسه، يعني البيوت اللي بيبانها شرقي بتبقى عتبتها احسن من البيوت اللي بيبانها غربي. البيوت اللي قدامها شجر احسن البيوت اللي قدامها الشجر. ويمكن الفراعنه استخدموا ده في علم المصريات تقريبا، واستخدموه في بناء الاهرام وما شابه ذلك. هو ميزه الطاقه لما انت بقى يعني بتدرس طاقه، فانت بتدرس ذبذبه، بتدرس ذبذبه اي حاجه، فانت بتعرف كل حاجه. يعني مثلا الفراعنه ماتوا من الاف السنين بس طاقتهم موجوده. فممكن بقى البرديات دي نعرفها ترجمتها صح والغلط بالطاقه، نعرف الاحداث صح والغلط بالطاقه، فندخل في دراسه التاريخ. ممكن تدرس الجن بالطاقه، ممكن تدرس الطب. يعني لو انا مش خبير الطب، بس انا مجرد مثلا ما يجي الدواء اعرف الدواء ده يمشي مع المريض او ذبذبته ماشيه مع ذبذبه المريض او لا.
فالفراعنه عشان يعرفوا طاقه فهم عارفين كل حاجه، عشان كده تلاقي الفراعنه مثلا برعوا في الطب والتحنيط وبرعوا في العماره وعملوا عمليات جراحيه وبرعوا في صناعه الحلي وبرعوا في بناء المعابد، برعوا في كل حاجه. فعشان برعوا في كل حاجه هو كان عندهم العلم الشمولي ده، العلم اللي يعرفوه يعرفوا كل حاجه اللي هو علم الطاقه. طب ايه موضوع العلاج بالطاقه والالوان ده يا دكتوره؟ يعني ازاي في حاجه اسمها العلاج بالطاقه والالوان؟ هو جنوب شرق اسيا دي عامله اشكاليه في مصر، ان اللي شغالين في الطاقه دلوقتي معظمهم اللي مش دارس فيزيكس بقى خد كورسات في جنوب شرق اسيا، هو اصلا منبع العلم ده هناك او اللي هم محتفظين بالعلم ده هناك. اوكي، فجنوب شرق اسيا الطب اللي عندهم هو طب طاقه. يعني في زمان مثلا في الفلاحين او يمكن لسه موجود معرفش، ان هم مثلا كان حد يحسد حد او بتاع يجيب عروسه وبالابره يخرمها من عين فلان ومن عين، هم بيعالجوا بالطريقه دي في الصين. يعني وفي حلقه للدكتور مصطفى محمود موجوده على يوتيوب عن العلاج في الصين، فهو بيشوف مثلا واحد كان في الحلقه كده واحد ظهره وجعه، فاحنا عندنا يعمل اشعه وياخد دواء ويعمل علاج طبيعي او لا، هناك ما بيعملوش ده، بيقولوا في قناه للطاقه. القناه دي لو انت شرحت مش هتشوفها. يعني اللي كانوا بيستخدموه مثلا اجدادنا في موضوع الابر حضرتك بتقولي ان هم بيعملوا ورق مثلا على شكل عروسه او حاجه ده بيستخدموه في ان هم كانوا بيقضوا على الطاقات السلبيه بالابر. هو ده مش شعوذه ودجل وكلام من ده ولا هو يعني انا كاتبه في كتاب كده، ما يجعل العلم علما هو قابليته للقياس. فبنراجع على بعض، يعني مثلا ادوات الطاقه دي انا بستعملها، يعني انا جايبه معايا بندول ده اداه من ادات الاستدلال على الطاقه. تمام. البندول ده مش كسر عليا، الفراعنه يعني ده بندول فرعوني كانوا بيستخدموه، ممكن حضرتك تتدرب وتستخدمه، ممكن اي حد يتدرب يستخدمه. فهنبتدي بقى ان احنا نراجع على بعض، فهنبتدي ندون فيبقى علم. لكن اللي بيخلي الدجل دجل ان ما حدش بيراجع على حد. يعني طب ايه اهميه البندول ده يا دكتوره؟ يعني ده مهم في كل حاجه. يعني لو انا مثلا الكوبايه دي اوكي فيها مشروب، لو انا عملت كده ده المشروب بتاعي، بص بيلف يمين، يبقى ده مناسب ليا. تمام. اوكي، لو في حاجه مثلا لسه شاربيها، انا لسه مثلا شاربه قهوه، لو انا حطيت على القهوه هلاقيها هلف شمال، يبقى دي مش مناسبه ليا. لو انا قدامي دواء الدكتور مثلا كاتب لي 4 أو 10 أصناف دواء، اعمل كده مثلا قبل ما اخد الدواء، لو لف يمين يبقى الدواء ده بتاعي، لو لف شمال يبقى مش ماشي مع ذبذبه جسمي. اوكي، لو انا مثلا قلت 1 + 1 = 2 هلاقيه بيلف يمين، لو قلت 1 + 1 = 3 هلاقيه بيلف شمال. هو بيلف لوحده. اوكي، فاللي بيعرف طبعا، بس ده عايز تدريب، لان ممكن يعكس اليمين يبقى شمال وشمال يبقى يمين، يعني محتاج تدريب طويل عليه، بس في ناس كتير بتستخدمه، ده مرسوم على مقابر الفراعنه. كويس، فاللي بيعرف طاقه بيعرف كل حاجه في الدنيا. يعني انا مش دارسه طب، بس انا لو كتب لي دواء اعرف اخده ولا ما اخدوش. حضرتك متخيل؟ لو انا تعبانه، يعني مثلا لو انا عملت كده هلاقي ده بيلف يمين، اوكي؟ لو انا جيت كده بيلف شمال عشان عندي برد. انزل تحت بيلف شمال عندي حاجه هنا كده بيلف يمين. اوكي، فده معناه ان انا عندي مشكله هنا. وهو البندول علم برضه يا دكتوره؟ البندول طبعا علم. البندول بيستدل على اتجاه الطاقه، يعني زي الكهرباء لو في سلك، حضرتك هتعرف منين في كهرباء ولا لا؟ بتجيب مفك فيه لمبه بينور مثلا، او بتجيب اميتر او فولتوميتر واعمل له اختبار وتعمل نفس القصه بالزبط. انا بقول كلمه او بفعل فعل او بشرب حاجه، لو مشيت يمين هتبقى اوكي، لو مشيت شمال تبقى غلط. فاللي مخليه علم ان هو مش مقصور عليا، ان مش انا. في رجال دين بيعملوا ده، بس رجال الدين اللي بيعملوا ده بيبقى في دماغهم ان هو كرامه. يعني في ناس اسمع ان هم بيجيبوا المصحف ويحطوه وفاتحين، يعني انا ما شفتش الموضوع ده بس سمعت عنه. فده كرامه، حد معين يعمله وحد ما يعملوش، يبقى ده ما ينفعش يرجع على بعض. فما يبقاش علم، لان احنا مش هنعرف. حد قال مثلا هو شاف جن او شاف عفريت، اوكي هو شافه بس انا ما شفتوش، مش هينفع اراجع عليه اعرف موجود ولا لا. لكن بالبندول بنبتدي نراجع على بعض، بدل راجعنا على بعض هنبتدي ندون العلم، بدل دوننا العلم هنبتدي ننقحه، هنشيل بقى الحاجات السلبيه او الحاجات الغلط ونبتدي نحط الحاجات اللي صح، فيبقى المواضيع دي علم. فبيفتح ابواب جديده للعلم. طب ما قابلتيش حد قبل كده قال لك ان ده ممكن يكون نوع من انواع، انا اسف يعني سوري، دجل، شعوذه، حاجه من هذا القبيل؟ هو اللي في البندول هم معتقدين ان انا ممكن انا اللي كنت بحركه. فبقول له انت ممكن تعمل ده ودوت مش قاصر عليا انا، بس انت ممكن يعني هو ممكن يجرب بنفسه، ممكن تجرب بنفسك، وبعدين ممكن تفتح اليوتيوب هتشوف كذا حد، وفي دورات للتدريب على على البندول. وهنا في مصر في موجوده الدورات دي؟ موجود. يعني هي موجوده، وفي مجانا على اليوتيوب ممكن اي حد يدخل، يعني هو مش مقصور عليا. يعني لو مقصور عليا تبقى كرامه،
يبقى هو ما يعرفش انا دجاله ولا على علم، لكن العلم ده اللي اي حد يعمله، يعني زي الترمومتر لو حضرتك استخدمته هيقيس درجه حراره، لو استخدمته هيقيس درجه حراره، نفس القصه. فيبتدي يظبط كل حاجه. فارجع بقى للعلاج بالطاقه، لو انا بصيت لقيت ده كده بيلف شمال، فانا ابتدي اظبط الطاقه فيبتدي يلف يمين، يبقى جسمي كله ذبذبه واحده، ففي الحاله دي الانسان يشفى. ميزه العلاج بالطاقه ان هو ما فيهوش الريسك بتاع الدواء، يعني اي دواء بيظبط حاجه بيبوظ حاجه تانية. يعني في ادويه مهمه وكل حاجه بس مثلا بتبوظ حاجة، ممكن بيجيب اكتئاب حتى لو ما عملتش حاجه عضويه، ممكن بيجيب اكتئاب، او ممكن الواحد لما ياخد عليها مثلا زي المسكنات او كده بتتخزن في الكبد. لكن ان احنا مجرد بنظبط ذبذبه، يعني زي واحد صباعه متني احنا بنبتدي نفرده، متني بنفرده، ففي الحاله دي بتبقى الدنيا كلها زي بعض، ذبذبه جسم كلها واحد بالظبط. اقرب حاجه لها رسم القلب، يعني لما بنرسم القلب وفي مشكله بتلاقي في نبضه مش ماشيه مع بقيه النبضات، هي الطاقه بتخلي النبضات كلها زي بعض. ويدخل بقى تحت كده علاج كتير، يعني مثلا زي العلاج بالريكن وبيسحب الطاقه السلبيه ويحط طاقه ايجابيه. اوكي ده علاج بالريكن. هو اول من بدا العلاج بالطاقه كان الفراعنه، يعني الفراعنه بداوا العلاج بالطاقه، ويمكن مشهود ليهم بالدور الريادي في هذا المجال. هم الفراعنه بدل كويسين في الطاقه، يعني كفايه بناء الاهرام، بناء الاهرام دوت مبنى طاقي من الطراز الاول. يعني لو حضرتك لاحظت وانا كاتبه في الكتاب ده ان الاهرام مثلا لو حضرتك بصيت هرم خوفو، اول ما بنوا قبل خوفو كان في هرم زوسر. زوسر كان مولود في برج الجوزاء. فهو الهرم بيعمل ايه؟ الهرم بابعاد معينه والزوايا بتاعته على الشمال والجنوب والشرق والغرب، فيسحب الطاقه السلبيه ويوجهها ناحيه القمه. عشان كده ما ينفعش اقعد فوق هرم، يعني لو جايبه اهرام صغيره في البيت لا، تبقى فوق البيت، فوق العماره، لان لو سحب من عندي الطاقه يحطها للناس اللي فوق، فهو يبقى فوق العماره كمان مش في بيتي بس. فهرم زوسر كان مظبوط على برج الجوزاء. البرج الجوزاء ده فيه نجوم وفيه البلاك هولز اللي هي الجوار الكنز دي. فبيعمل ايه؟ يسحب الطاقه السلبيه من مصر في برج الجوزاء اللي هي من 21/5 ل 21/6، ويبتدي يرميها على البلاك هولز بتاعت برج الجوزاء. فتلاقي برج الجوزاء بيعدي على مصر بسلام، يعني حتى النكسه رغم انها حصلت في 5 يونيو بس في مصر ما حصل، يعني لو كان يعني برضو ربنا لطف فيها. نفس القصة لما جه بعد كده عملوا هرم خوفو، هرم خوفو معمول على البلاك هولز بتاعت برج الميزان، لأن خوفو كان مولود في برج الميزان. بعد كده بقى فتلاقي برج الميزان ده مصر برضو بتعدي فيه ميزان بسلام، اللي هو من 21/9 ل 21/10. بعد كده قالوا لا، طب احنا ليه نعمل أهرام؟ ما احنا ممكن نعمل مسلات، المسله في اخرها هرم، فيسحب الطاقه السلبيه وتبتدي ايه؟ تطلع للبلاك هول. فاللي يعني موجوده في مكانها مسله رمسيس الثاني. مسله رمسيس الثاني مظبوطه على البوابات او البلاك هولز بتاعت برج الحوت. فتلاقي فتره برج الحوت حتى لو حضرتك لاحظت الثوره حضرتك مناضل قديم. طبعا وبرج حوت كمان يعني. برج حوت كمان. فهتلاقي ان من 21/2 ل 21/3 دي كانت في عقاب الثوره على فكره، عدت بسلام. الحمد لله. فالفراعنه عشان يظبطوا ده ويظبطوه على الـ على الـ الـ البلاك هولز دي، البلاك هولز دي احنا ممكن نتخيلها زي ما تكون نجوم ميته، يعني بيقول لك لو الارض اتحولت لثقب اسود هتبقى مكعب، تخيل الارض كلها تبقى مكعب طول ضلع 1 سنتي. فيبقى لها قوه شفط جباره جدا، فبتشفط كل الطاقات السلبيه بقى. طيب هو ده مش بياخدنا النقطه ان في بعض الناس مثلا يقول لك ده سحر، ده شعوذه، ده دجل، يعني انت ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ يعني خصوصا ان الدجالين انتشروا بصوره لافته على الفضائيات وفي كل مكان، وفي ناس يعني ليهم مريديهم وناس بتؤمن بيهم. بص هو بص علم النفس، وانا دكتوراه علم نفس تنميه بشريه يعني. ففي علم النفس الواحد لما بيشوف بتبقى دايره مفتوحه لازم يقفلها عشان دماغه تستريح. فاهم قصدي؟ يعني لما حضرتك تشوف مثلا فيلم نهايته مفتوحه تحس انه مستفز. اوكي؟ حصل حاجه وحضرتك مش لاقي لها تفسير. تحس انك متضايق. متضايق جدا. وتبتدي فاللي بيخلي الناس تلجا للتفكير الخرافي انها عايزه تقفل الدايره، يعني واحد مثلا خطب 6-7 مرات وخطبته باظت. مره عشان ما عندوش شقه جاب شقه، مره عشان مش عارف شقته بعيده جاب شقه قريبه، فيبتدي عايز يقفل الدايره عشان يستريح. فيبتدي يفكر للتفكير في التفكير الخرافي، فبدات الناس دي تنتشر، وبداوا ناس شغالين في الطاقه مش بروفيشنال، يعني مش دارسين فيزيكس، مش خدوا كورس او على فكره الطاقه اللي من جنوب شرق اسيا دي مجتمعات وثنيه. ففيها طقوس وثنيه، يعني لما تفتحوا مثلا يوتيوب تلاقي بيقول ايه؟ ان كلمه اوم دي بتعدل الطاقه. انا لو مسكت البندول وانت ممكن تعمل ده، يعني انا مش دارسه دي، انا هندوسيه، لما تقول اوم بص بتلف شمال، يبقى كلمه مش كويسه. فلما شفت كلمه اوم دي لقيتها الشيطان الاعظم. يعني
فحتى كان في مدام كانت حاضره لي اخر محاضره، فانا بقول كده، قالت لي انا كنت في جنوب شرق اسيا واكتشفت ان الهندوس بيعبدوا الارواح الشريره عشان ما تاذيهمش، يعني هم بيعبدوا الشيطان، فجايبين الطقس ده من هناك. فلما يجي مثلا يفتح يوتيوب يقول له قول كلمه اوم، هو مش في دماغه ان هو بيسبح باسم الشيطان، فبتكسبه طاقه سلبيه ممكن بتظبط معاه بس في الاخر طاقه سلبيه. فعشان كده يعني الناس لازم تكير تشوف هي بتروح لمين وتشوف الدنيا ماشيه ازاي، لان يعني هو علم مش ناس كتير عارفه فيه، وممكن هو ما يعرفش بيقول له قول ام ده، هو مش عارف ان كلمه ام دي كلمه مش كويسه. فنبتدي بقى نعمل ايه؟ يعني نتحقق. ففايده الطاقه بقى ان لو مثلا السحر اوريدي موجود، انا ما اقدرش اقول مش موجود، مذكور في القران، مذكور في القران وكلنا في الارياف قابلنا ناس او نسمع عن ناس او نعرف ناس حصل لهم كذا، او يعني ما نقدرش ننكر ان هو موجود. صحيح ما فيش حاجه علميه بتقول ده. ليه بقى؟ لان احنا علمنا مادي. يعني لو احنا مثلا حطينا كلنا درسنا المنشور واحنا في اعدادي، المنشور فيه الضوء بيتحل بيطلع فوق، هو اول حد حط المنشور حطه مقلوب زي حته جبنه نستو كده عشان اللي مش اللي ناسي شكله، يعني زي حته جبنه نستو ازاز، فهو حط الضلع فيه كده فوق، فطلع فوق الاشعه البنفسجي وتحت الاشعه الايه الحمراء. اوكي، فاحنا بنشوف ده بس من الاشعه البنفسجيه للاشعه الايه الحمراء. كل بقى الانفراريد ده مش بنشوفه، ضوء غير منظور، والالترا فايلوت فوق البنفسجيه ده مش بنشوفه، احنا بنشوف دول بس. فاحنا بندرس دول بس. تعالى بقى في اللي احنا بندرسه، احنا بنشوف من البنفسجي للاحمر في كائنات مجهريه ما بنشوفهاش، يعني الفيروسات دي ناس اكتشفتها لسه قريب لما اكتشفوا الميكروسكوب الالكتروني. غير كده ان في حاجات كلنا بنجمع انها موجوده وهي مش موجوده، يعني ممكن لو شفنا سراب كلنا نجمع ان هو ميه، هو مش موجود. صح. اوكي، فاحنا المفروض نطلع، يعني الجن موجود في الانفراريد، وفي مواقع كتير على النت في الباراسايكولوجي بيصوروه في امريكا بكاميرات الانفراريد، وفي كتاب لاندري مور اسمه وازن الارواح. هو كان متخيل ايه بقى؟ هو متخيل الواحد لما بيموت روحه بتطلع، فعمل تجربة، دي يعني ممكن تعتبر أول تجربة في الميتافيزيكس، وكتاب صغير قوي ممكن المشاهدين يحملوه ويقروه موجود على النت. إن لما كان هو كان شغال في، بيحكي إن واحد صديقه كان شغال طبيب في مستشفى، فكان الإنسان لما يقرب يموت يحط فوقه ناقوس إزاز، فلقى إن في حاجة بتطلع منه قبل ما يموت بتلت ساعة. هو تخيل اللي بتطلع منه دي الروح، لا اللي بيطلع منه ده القرين مش الروح، لأن الروح بتعدي من إزاز. يعني هو تخيل قال بقى في حاجه بتطلع وما كانش بيشوفها بالضوء العادي، فحد نصحه انه يحط اشعه فوق بنفسجيه، فبدا لما يحط اشعه فوق بنفسجيه بقى بيشوف حاجه بتطلع من الجسم قبل ما يموت بثلث ساعه، فبدا يشوف بقى حاجه منوره كده وبدا يحبسها، ومتخيل ان دي الروح، لا دي مش الروح، دي القرين، ده القرين، ده القرين، ده القرين، احنا كلنا لينا قرين. والقرين ده بيعيش ولا يعني بعد موت الانسان بيعيش ولا خلاص يعني بينتهي؟ لا مش بينتهي، هو طلع اهو. بس اقول لحضرتك في حاجه، يعني الانسان اللي هيموت القرين بيطلع قبله بثلث ساعه، قبله بثلث ساعه قبل ده قصه كبيره القرين ده. سبحان الله. بص في حديث عن الرسول بيقول لما الانسان بيتولد بينخس الشيطان من شقه الايسر الا ستنا مريم وابنها، لان مامتها وهي حامل فيها قالت ايه؟ واني اعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فاحنا كلنا عندنا قرين، القرين ده معايا يعمل ايه بقى؟ هما ملوش اي حاجه في الحياه غير مثلا انا متخاصمه مع حد اجي اصالحه يقول لي كبري دماغك ما تصالحيهوش، اجي مثلا اتصدى يقول لي فلوسك هتخلص، هو بس الوسواس. اوكي، بس هو عايش معايا كل لحظه وكل ثانيه وشبهي واخد صوتي. اوكي، بس ملوش الجسم وبيشوف من عيني. يعني لعبه ويجا دي اللي كانوا اللي بيلعبوها دي القرين بيشوف من العين، عشان كده لما خبوا عينيهم ما شافوش. اوكي، لما الواحد بيموت بقى القرين ده بيطلع اوتوماتيك، هو ملوش جسم فعمره اطول من عمرنا، يعني عمرهم الاف السنين، فيطلع بهدوء قبل ما الواحد يموت بثلث ساعه. اوكي، لو الواحد مات في حادثه، لا اصل انا كان معايا شيخ وكنا بنتكلم في الموضوع ده، هو شيخ خبير شويه في علم الجن والارواح، فقال لي نفس الكلام، قال لي ان القرين بيطلع وما بي مش بيموت، يعني الانسان بيموت والقرين ممكن يقعد، يعني قال لي انا مره طلعت جن او حاجه زي كده كان عمره 2000 سنه او 3000 سنه حاجه زي كده يعني، فانا كنت متخيل ان دي دردشه عاديه او هو يعني الراجل بيتكلم معايا، يعني انا مش مقتنع يعني ان ازاي، لان حضرتك ده بيستخدموها مشايخ بيستخدموها مثلا، ايه حضرتك انت عارفه التنقيب الغير شرعي الوقت عن الاثار والكلام ده، ف
فأقول لك إن في شيخ، فالشيخ بيروح للرصد، فالرصد بالتالي بيحبس الرصد. ف لا دي قصة تانية، آه أخلص قصة القرين وأحكي لك قصة طيب الرصد. أوكي أوكي، أوكي عشان القرين ده بقى في قصة، في مشكلة إن لما حد يعني لو الواحد مات طبيعي القرين بيطلع أوتوماتيك، لو الواحد مات في حادثة فيقول لك عفريته طلعت. عفريته طلعت دي هو القرين بيبقى طالع مرعوب على نفسه، مش زعلان على اللي مات. هو هو وانس إن هو خايف مات، من اللي حصل. هو كان ممكن يموت يعني لو اتضرب بعربية أو اتضرب بسكينة أو كده، فهو بيبقى خايف إن هو يموت فبيطلع زي ما تكون مفزوع. وده اللي في قراية الفنجان، يعني مثلا يجي حد بيقرا فنجان فبيتصل بالقرين، وده الناس اللي عم تعمل سحر بتتصل بالقرين، وده اللي بيحضروه في الأرواح. والمشايخ بيكلموا القرين برضو على ما ممكن أعتقد، هم يعني في يكلموش، مشايخ بيتصلوا بيجيبوا مثلا جن يكلم القرين. بيجيب بالظبط. اوكي، فهو هو ده وده اللي بيعملوه في تحضير الأرواح. مفيش سلطان على الروح، الروح تعدي من إزاز، تعدي من حاجة، تعدي من أي حاجة، الجن لا. فمش معقول مثلا، لأن الروح من أمر ربنا سبحانه وتعالى لا حاجة قوية مفيش حاجة بتسيطر عليه. لكن القرين ده ممكن اقول لك انا حضر روح اينشتاين فانا هجيب قرين اينشتاين. لما اجيب قرين اينشتاين صوته وشبهه عارف كان بيعمل ايه، حتى الاسرار اللي محدش يعرفها هو على هو طول عارفها. ساكن في الجسم. فدي قصة القرين. اوكي، في قصة بقى الرصد والسحر، لا السحر ده قصة تانية بقى. الساحر ده طبعا الجن ممالك، وانا درستهم فيزيكس، يعني انا عايز اعمل كتاب تاني عن الجن، انا بس لما المحت اليه في كتابي. لكن انا يعني انا كنت بعمل ايه، كنت بقفل الباب مثلا وابتدي مثلا اشوف ليه سوره واشغل سوره البقره وكمبيوتر وكده، اشوف ليه سوره البقره الشيطان ما بيحبهاش، عايز ادرس ده، ما هو طاقه. فابتدي اشوف، لقيت سوره البقره دي فيها كل احكام الشريعه، يعني مثلا الصيام سوره البقره، اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى يا فاكتبوه، تلاقي فاكتبوه. في كلمه تيجي كلمه اكتبوه يحصل موجه مش كويسه، يجي مثلا الطلاق مرتان فامساك مرتين بمعروف او او تسريح، يجي تسريحهم يحصل موجه بإحسان مش كويسه. بقيت صح. اخطط في المصحف وبقيت عايز اعرف هو الدنيا السحر ده بيتم ازاي، والجن ده بيجي لنا ليه، يعني عايز افهم القصه دي. عرفت بقى ان هم ممالك. اوكي، طبعا فيهم كويسين وفيهم وحشين، فاللي اللي بيستخدموا في السحر اللي هم مش كويسين، لان هو عندهم مصانعهم وعندهم ولادهم وعندهم مدارسهم وعندهم علومهم وعندهم علمائهم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن ولكن الشياطين الشياطين كفر. دول عايزين البني ادم يكفر. اوكي، او جن مش كويس. فيعملوا ايه بقى عشان الساحر يسحر، لو ساحر ساحر يعني مش دجال، مش بيقول ان هو ساحر، هو مش ساحر، هو السحر علم ولا دجل؟ ما هو قبل الطاقه، قبل ما ندرسه كطاقه دجل. لكن انا اقول لك شفت، لكن انا دلوقتي درسك علم، يعني انا كنت بقفل الباب وابتدي اخطط واشوف وادرس. فبدات اشوف ايه، ان الساحر ده لازم يكفر. اوكي، واتصلت بسحره فعلا وشفتهم بيعملوا ايه، فلقيته لازم يكفر، يعمل بقى اي حاجه مش كويسه، يقرا في الحمام، يرمي المصحف، يعني يسجد لغير الله، لازم وكل شويه، ما هو الكفر له توبه، يجدد كفره. اوكي، فلما يكفر ويجدد كفره يدوله بقى جن عليهم حكم او جن مش عايزينهم او يعملوا ايه، يسكنوا جسد اللي عايز يسحر له ده. وبعدين طلعوا سذج جدا، يعني مثلا قلت له طب يعني تيجي مثلا واحد تقول له اعمل لي سحر لفلان، يقول له طب فلان ده اسمه ايه، طب ساكن فين، طب هيعمل، يعني انتوا ما تعرفوش حاجه. يعني اكتشفت برضو ان هم ما عندهمش العلم المطلق اللي عندنا احنا، يتهيأ لنا مثلا خلاص ان انا اقول له اسمه يبقى خلاص لازم اسمه او اسم مامته او مولود امتى او يجيب له صوره او يعرف تفاصيل حياته، صح. مش زي ما احنا متخيلين. احنا كنا متخيلين ان هو اقوى من كده. فيبتدي بقى اللي هم لما يسحر او كده يدوله جن، فمثلا ان مثلا مش عايز واحده تتجوز او مش عايز واحد ينجح، فالجن ده يسكن جسمه، لما يسكن جسمه يعينه حارس للسحر. الحارس للسحر ده واقف بقى بره من بعيد، لو الجن دوت ما هو جواه برضه متعذب، ما هو سايب كل حاجه في حياته ومع واقف واقف معاه عشان يوقف له حاله. فلو هو خرج يبتدي يبلغ ايه، الساحر. طول ما الساحر عايش السحر يتجدد، عشان كده في ناس تفك ويرجع تاني السحر ايه، يشتغل السحر تاني يشتغل اوتوماتيك لغايه ما السحر يموت. لو السحر مات خلاص بقى هم هيخدموه ليه، خلاص اتس اوفر يعني. فهي دي بقى المشكله. عشان كده مثلا لو حد فك لحد يبتدي يبقى الحارس يعرف، يبتدي يبلغ الساحر، فالساحر يبتدي ايه، يجد ويعرف بقى مين اللي فك. لقيت بقى السحره بيحاربوا بعض وبيختموا على قرين بعض، وعالم عجيب جدا. قصه المقابر بقى قصه تانيه. قصه المقابر دي ان الفراعنه، ما احنا قلنا اللي بيعرف طاقه ده بيعرف كل حاجه، فهم بيعرفوا طاقه فكانوا بيعرفوا سحر. فبيعملوا ايه، عايزين حارس للمقبره. طب عايزين حارس للمقبره يديهم برضو يعني جن مش عايزه، او جن عليه حكم، او جن مضايق الملك او اي حاجه، يعني بيحكم بيعذبه يعني.
فيربط عمره بباب المقبره. فهو مش بيدافع عن المقبره، هو بيدافع عن عمره. بيدافع عن عمره، بيدافع عن عمره فعلا، لان لو المقبره اتفتحت هو اوريدي انتهى، هو هيموت. هو هيموت، فيقول لك ايه ده، كنز عليه رصد او مقبره عليها رصد. هو رصد عمره او ربط عمره بباب المقبره او بالكنز ده، وانس ان هي اتفتحت هو مات. طب هل المشايخ فعلا بيقدروا ان هم يوصلوا للرصد ده ويجيبوه ويطلعوه والدنيا تبقى تمام، ولا بيقابلوا بيبقى فيه بروبلم ومشاكل كتير؟ ما هم المشايخ مش دارسينها علم، يعني ما هو الجن ده ذبذبه بتبعت له ذبذبه، اوكي، فممكن يعني ذبذبه كده تبعت له ذبذبه. هو الشيخ بيقول ان هو بيعالج بالقران او بيتعامل معاهم بالقران، هو واخدها كرامه. فالقران يبتدي، على فكره الجن بيساعد بعضه، يعني لو جن مسيحي ممكن مثلا تلاقيه موجود في الكنيسه يساعد البابهات والرهبان، لو شيخ مسلم تلاقي جن مسلم يساعد، وفي جن كذاب، يعني في جن مثلا ما بيبقاش مسلم، لا هو معظمهم كدابين، ومعظمهم فعلا كدابين، يقول له مثلا فلانه عامله سحر وكده، ممكن يكون كداب فعلا، يقول له انا اسمي عثمان واسمي مش عارفه خالد واسمي ياسين وكده، وتبقى امه اصلا كفره. صح، اوكي، فيجي مثلا هو معاه حد، بس برضو السحر زمان كان ما السحر برضو درجات، والجن ممالك، وكلهم مش في قوه بعض، يعني في سحر يتفك بسم الله الرحمن الرحيم وبكرسي، واخد بالك؟ لا، وفي سحر اقوى من كده، وفي سحر اقوى من كده. فحتى المشايخ يجوا لحاجه معينه ما واخدينها كرامه، مش فاهمين السيستم، ما يقدرش ان هو يتعامل معاها، ما يقدرش يعدي، وممكن هو يتاذي. هو اوريدي ممكن، طبعا احتمال وارد، احتمال كبير، يعني احتمال كبير، عشان هو دايما مثلا تلاقيه يقرا البقره كل يوم، بس لما حد بقى يقرا البقره او كده لازم ما فيش صور، لان لما يبقى في صوره الجن بيطلع يستخبى في عين الصوره. ازاي يا دكتور اشرحيها تاني معلش؟ يعني دلوقتي احنا بنرقي مثلا، اوكي، او بنشغل سوره البقره، معروف طبعا سوره البقره دي ما فيش جن يستحملها 40 يوم ايا كان، لو من اعتى الجن. طيب انا دلوقتي بقرا سوره البقره وجنبي الموبايل عليه صوره، عليه رسمه عين، او علبه كحل عليها رسمه عين، اوكي، فانا بقرا سوره البقره، فالجن بيتعذب، يبتدي يطلع مني يستخبى في العين، او لو في دبدوب صغير يستخبى في العين بتاعته، اي حاجه لها عين، او اي حاجه على الموبايل، او لو رسمه عين على لو حد طلبني صورته تطلع يستخبى في العين. الغريبه انه انا فوجئت ان هو بيتحرك في سلك الكمبيوتر، يعني انا مره كنت عامله القصه دي وفي الاوضه وافلام، كانت اوضتي محكمه جدا، يعني ما يقدرش يفتح باب ولا يقدر يعدي من تحت اوضه، وكان معايا جن وبشوف القصه دي. فلقيت واحد من يعني من صحابي لقيته بعت لي صوره عين مرعبه قوي، بعتها على الكمبيوتر، والغريبه ان دخل منها جن. يعني انا بقول له انت ايه اللي خلاك تبعت لي الصوره دي؟ انا ما اعرفش، انا مره واحده ببص لقيته قلت ابعتها لك. فانا اول ما دخل انا حسيت حتى ان جسمي اشعر، وحسيت ان الجهاز عمل كده. فهو الغريب انه انت متخيل ان هو ممكن يتحرك في يعني حضرتك مشغله سوره البقره وحد انا كان من عندي جن بدرسه في بتدرسيه بدرسه في الاوضه. هو الجن ايوه انا بدرسه كطاقه، ما انا عايز افهم. انا عايز افهم، عايز اعرف ده كده الواحد يخاف منك يا دكتوره. ما اللي بيعرف يدفع الثمن. فالغريبه بقى ان بقول لك بعت لي عين شكلها مزعج جدا، يعني انا انت لما تشوف تحس انها عين غير عاديه. فبقول له انت بعتني؟ قال لي ما اعرفش. وفعلا العين دي بقى دخل منها جن الاوضه وكلمني، يعني دخل الاوضه وكلمني. وحضرتك كلمتيه عادي وكلمك عادي؟ هو بيكلمني، كلمني وكلمني. والله يعني زي ما بيقولوا كده، يعني ربنا يجعل كلامنا خفيف عليكي. طيب يعني نروح لموضوع بقى الانسان والاحلام. يعني حضرتك بالنسبه للانسان الاحلام دي، يعني حضرتك شوفيها ازاي؟ التخاريف، ايه الفرق بين الحلم والرؤيه؟ يعني يا ريت يعني حضرتك تشرح لنا الموضوع ده. بس ده اخر تقريبا فصل في الكتاب. التفسير بتاع علم النفس، علم النفس ده عامل كارثه على فكره. ليه؟ يعني لو احنا مثلا يعني فكره ان حد يشوف حاجه ما حدش شايفها دي حاجه طبيعيه. يعني احنا عندنا كلها مش زي بعض، اوكي، وفي هنا العين الثالثه بنشوف بيها، يعني ممكن حد يشوف حاجه التاني ما شافهاش. وفي سوره البقره واضحه، يعني السامريه الايه، ابصرت بما لم يبصر به القوم، ابصرت بما لم تبصر. اوكي، يعني ممكن ان واحد يشوف حاجه التاني مش شايفها. مش معنى ان انا شفت حاجه ان انا عندي وسواس قهري. وهدهد سيدنا سليمان، ابصرته بما لم تبصر به. يعني طب ده سافر، لكن هم كل الناس مع بعض، والسامري بس اللي شاف سيدنا جبريل. صح، بعد ما خلص سيدنا موسى. فانا ممكن ابقى قاعده اشوف كائن اثيري، اشوف جن واشوف ملاك، اي حاجه، ما انا مش لوحدي في الكون برضو، مفترض ان انا لوحدي في الكون ده، افتراض عقيم يعني. فانا شفت كائن اثيري مثلا، اوكي، ده مش معناه ان انا عندي وسواس قهري، او سمعت حاجه محدش عارفها، مش معناه ان انا عندي هلاوس سمعيه او هلاوس بصريه. فلو دخلت في قصه السيكاتريك، لا، هاخد بقى دواء اعصاب وهتعب وهيجيلي انهيار عصبي ومش هنسى. ودي حصلت لناس كتير.
اوكي. فلو احنا بقى يعني الطاقه دي بتفتح المجال ان احنا نستوعب حاجات كتير جدا ونستوعب بعض، وبعدين كمان بيقنعوا الواحد ان هو تعبان، يعني هو شاف حاجه لا يبقى انت بتهيأ لك يبقى ياخد دواء، ففكره ان هو يصدق ان هو مريض دي بتبرده اكتر. فلو احنا مثلا في علم النفس لما كنا درسنا فرويد بيقول لك ايه، ان الاحلام دي منفذ للاشعور فبيطلع فيها كل العقد، وده حقيقي. يعني مثلا واحنا صغيرين كنا دايما، يمكن الناس لسه عندها الحلم ده ان هو عنده امتحان ثانويه عامه وما بيلحقش وبيركب قطر وعربيه والعربيه تعطل اللي مش عارفه ده، احنا بنقول ان هو دايما عنده تحدي مش قادر يتجاوز ده. اوكي، بس ده مش كل الاحلام، ده مش كل الاحلام، مستحيل. لان احنا كلنا كبشر احنا بنحلم بحاجه تحصل، يعني حتى مذكوره في القران اللي هي رؤيه بتاعه ملك يوسف، هما سبع بقرات عجاف ياكلن سبع سمان وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات. اوكي، طب ما دوت اصلا ما كانش مسلم، ما كانش موحد، هو وحد لما جه سيدنا يوسف. اوكي، لما عرف سيدنا يوسف، طب ما هو حلم بحاجه يعني هتحصل في مصر دي بقى، مش من يعني دي مش هلاوس عنده ولا ان ضغط نفسي عليه، لا كانت مصر ساعتها في رخاء وكويسه، فهو حتى اوكي. ودي بتحصل لنا احنا، يعني لو اي حد مثلا يقول لك لو حلم بذهب يبقى فيه نكد، لو حلم بلبن يبقى فيه خير، لو يبقى نظرية فرويد في الحالة دي قاصرة. ده جزء من الأحلام، إن أنا لو عليا ضغط بيظهر في الحلم. لكن في حاجة تانية، إن أنا ممكن أشوف حاجة جاية من المستقبل. إزاي حاجة جاية من المستقبل؟ يعني أنا جيت هنا وهشرب من ده. أوكي؟ ليه جيت وهشرب من ده؟ لأنه واخد نسخة من طاقتي. يعني الرزق مش مكتوب ورقة وقلم، الرزق واخد نسخة طاقة. فيفضل نسخة الطاقة تتحرك لغاية ما تجيلي. فأنا ممكن وأنا نايمة عيني التالتة تفتح أشوف ده. ادي حاجه. عشان كده مثلا اللي يشوف حاجه مش كويسه يقول يا لطيف 129 مره ربنا يلطف بيه، لان الدعاء والقدر يتصارعان. ودي عشان كده ربنا بيخلينا نشوف، يعني اللي بيشوف حاجه مش حلوه، انا كنت زمان لما اشوف حاجه مش حلوه افضل مضطربه ومتضايقه لغايه ما تحصل. كنت بعيش الحدث مرتين، مره في المنام مره في الحقيقه. وبعدين لما عرفت فقلت لا، ممكن الواحد يتصدق، ممكن يقول يا لطيف 129 مره، فربنا فعلا بيرضى. طب ايه السر 129؟ ليه مش 130؟ الذبذبه. يعني ذبذبه يا لطيف 129 مره لها وزن. لها وزن في علم اسمه علم الحرف، العدد والحرف. علم العدد والحرف ده علم موجود. انا بس هعمل فلاش باك كده دكتوره، من حوالي 5 سنين او 6 سنين فحد قال لي، يعني حد انا اثق فيه يعني، فقال لي قول يا لطيف 129 او 130 او 150 فقال لي هي يعني يبقى معاك يعني زي جن او حاجه يعني خادم وكده يعني. فطبعا انا الموضوع كنت قلقان منه ومش شاغل بالي يعني. لا، الجن بيجي في الالافات. لكن 129 مره دي الذبذبه بتجيب الملائكه. يعني حضرتك لما بتدعي رب، بص الطاقه دي زي الكوبايه زي المج، ممكن تحط فيها خمور، ممكن تحط فيها لبن، انت بتحط فيها ايه. العلوم كده، يعني علم الطاقه ممكن تستحضر بيه ملائكه، ممكن تستحضر بيه جن. طاقات ايجابيه ملائكه وذكر وصلاه وحاجات كويسه وتصرف سحر وي، انت كده شغال في الايجابي. طاقات سلبيه دي اللي بتستهوي معظم الناس، تبتدي بقى تجيب جن وتسخر جن وتشتغل، ما هو السحر ده واحد شغال في الطاقات السلبيه. فانت قدامك الاثنين، الواحد هو اللي بيختار. اوكي. لو احنا بصينا لعلم الحرف ده، علم الحرف كل حرف له ذبذبه، له رقم. اللي هو ابجد هوس حطي كلام صعفص كرش. ما ده اللي انا كنت جاي لحضرتك فيه، ان هو اسم الانسان بيبان عليه طاقته ولا لا. يعني هو ده بقى من هنا، ان كل حرف له تردد. فهو ابجد هوس حطي كلام صعفص كرش، دول الست ايام اللي اتخلقت فيهم السماء والارض. في ناس كتير ما تعرفش ده. ويبتدي بقى، ودول الحروف بتاعت اللغه السماويه. يعني اللغات السماويه ما فيهاش ثاء، ما فيهاش غين. اوكي. نبتدي بقى ايه، يبتدوا مثلا يجيبوا اسم الانسان ويحسبوا وحاجات كده بقى. للاسف العلم ده مستخدمينه بس في الحاجات اللي مش كويسه في السحر. لا، لكن انت ممكن تستحضر بيه ملائكه. يعني لما تقول يا لطيف 129 مره بيجي لك ملائكه. وكان عندي واحده صاحبتي كانت في مشكله، فقلت لها قولي يا مغيث. يا مغيث الغين والثاء زودهم الامام علي بن ابي طالب. فكان يا مغيث وزنها 1550 مره. فقلت لها هتشوفي ملائكه، ده مش انا بقى. عشان ما يبقاش تهيؤات ولا العقل الباطن ولا اي حاجه. فشافت فعلا، قالت لي انا شفت ملائكه. الغريب ان انا مره كنت بسبح بملائكه المغيث، كنت في موقف فبسبح ملائكه المغيث، وبعدين جه في بالي العفو. فسمعت صوت بيقول لي ما تبوظيش شغلنا، لان ملائكه العفو بيعفو، لكن ملائكه المغيث بيحارب. فدول غير دول. فلما بدعي ربنا مثلا بالرزق،
فربنا يأمر ملك الأمر، ملك الأمر يؤمر رئيس ملائكة اسم الله، رئيس ملائكة اسم الله تأمر رئيس ملائكة اسم الرزاق، رئيس ملائكة اسم الرزاق بيحط رزق، أسباب الرزق. أسباب الرزق. عشان كده لو أنا دعيت لحضرتك بالرزق مش هتطلع تلاقي دهب نازل من السماء، لا تلاقي يبقى في سبب، يبقى في سبب يفتح لي مجال الشغل، يفتح لي مجال. وده منطقي ليه؟ لأن ده اللي كانوا بيسمعوا الجن يعني قبل ان الرسول عليه الصلاه طب والسلام. هو في اسم معين للرزق او اسباب الرزق؟ يا رزاق يا رزاق يا رزاق. فهو ده اللي كانوا بيسمعوا الجن يعني الملائكه، يقول لك بيسمعوا الملائكه، الملائكه ما بيرغوش مع بعض يعني مستحيل الملائكه مثلا يبقوا قاعدين يقول لك فلان هتبقى واحده لا فلان هم كذا. بيسبحوا ربنا على لا طول لا دول يعني ملائكه بيؤتمروا، ما في ملك للامر، فالامر نازل، امر مثلا يجي لك رزق ده خلاص امر، فهم بينفذوا الامر فبيحطوا اسباب الرزق، فده اللي كان بيسمعه الجن. وعشان كده الجن كان بيتنبأ ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه فكل وسلم. انسان بقى بياخد طاقه من اسمه. عشان كده جميل يبقى الانسان له اكتر من اسم. لان لما يبقى له اكتر من اسم يبقى له اكتر من طاقه. تلاقي مثلا واحد اسمه كريم، يا تلاقيه كريم قوي يا بخيل قوي، مش في النص. حقيقي ما تقابلوش في النص، يا في قمه حاتم نفس القصه يا يعني كل واحد فعلا ليه من اسمه نصيب زي ما بنسمع كده. حتى في الارياف كان لما يجي مثلا واحده اولادها بتموت وبتاع، مثلا تكون هي مسيحيه يقولها سمي محمد، فسمي محمد. لو هي مسلمه يقولها طب سمي جورج، سمي جورج. تلاقي كده يعني تلاقي حاجات وتلاقي فعلا الولد يعيش. ولو حد مثلا بيموت كتير او عنده مشاكل يقول له ايه غير اسم. وده بقى بيودينا قصه تانية لما يجوا مثلا يحسبوا. مره كنت حاضره محاضره لحد برضو من اللي هو حافظ مش فاهم، فيقول لك واحده اسمها غاده وواحد اسمه يحيى، يحيى عدده 18، غاده الغين لوحدها ب 1000، تعيشوا مع بعض، ذبذبتهم مش ماشيه يعني في حاجه، مش حد عالي قوي وحد منخفض قوي. اوكي طب يعني الحل ايه؟ يتطلقوا؟ لا، طب بدل ما يقول لها يا غاده يقول لها يا بيبي، هتقرب منه تبقى الدنيا قريبه من بعض. يعني ده حقيقي فعلا، الواحد لما يجي يتجوز يشوف زوجته اسمها، هل اسمها لو لا الاسم مش نافع وهو بيحبها يبتدي يغير، يقول لها اسم تاني، يقول لها يا بيبي. لو هو يحيى يقول لها يا بيبي، لو هو بقى اسمه بقى عبد الغني مثلا حاجه بالغين كبيره يقول لها يا غاده يا غدير، يعني عشان تبقى الدنيا قريبه من بعض. يعني اسم الانسان فعلا ده طاقه وبيأثر طبعا سواء طبعا. بالايجاب او بالسلب الاسم طبعا. عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم هو الصح صح في كل حاجه. لما سيدنا علي جاله سيدنا الحسن فراح للرسول قال له رزقت بحرب يا رسول الله، فقال له بل الحسن. رجع تاني جاب سيدنا الحسين فقال له رزقت بحرب، هو في دماغه حرب، قال له رزقت بحرب يا رسول الله، قالوا له بل الحسين. ده على فكره ارث من الجاهليه، لان ايام الجاهليه كانوا بيسموا ابنائهم اسامي وحشه، يسموا مره كلاب، وكانوا بيسموا عابدهم اسامي كويسه. لا بس سيدنا علي ده كان مسلم وعم النبي، بس يعني في حاجات اسم من لا مش قصدي اتجاه ان انا ابني باسمه يبقى اسمه مشتهى يعني اسم هو حرب مش اسم وحش بس اسم بيخوفوا الاعداء يعني هو في دماغهم كده ان الحرب ده هم بيسموا اولادهم عشان اعدائهم لكن بيسموا عبيدهم ليهم. فسيدنا علي كان عايز يسمي حرب اسم اسم كويس. ما في ناس بتسمي حرب دلوقتي يغيروا بقى يغيروا حسن والحسين. طب في ناس يعني بيعملوا سحر في المقابر في البحار في الكلام ده كل حاجه. يعني ممكن واحد يعمل سحر لحد على سمكه او دبدات زي وبيعملوا على نجوم وعلى نجوم كمان، النجوم بيبقى اطول والله. طب الانسان لو اوريدي مع ربنا وبيصلي وبيقرا قران بتالي يعني وما هم بضارين به احد من شيء الا باذن الله لو ربنا اذن خلاص ابتلاء وصبر ومشيئه. بس اي حد معمول له سحر لو قفل على نفسه اوضه وما فيهاش اي صوره ولا بص في مرايه ولا رسمه عين على اي حاجه وقرا سوره البقره 40 مره ما فيش جن يستحملها 40 مره ولا بقى على نجمه ولا على قرموط ولا على مقابر ولا على اي حاجه ما يستحملهاش 40 مره. بس اهم حاجه ما يكونش فيه اي صوره لعين لرسمة عين او دبدوب او يبص في مرايه. ما انا لو يعني ببص في لو مرايه الدبدوب عندي في الشقه عندي دبدوب ده احطه في الدولاب طبعا باستثناء صور سيدنا عيسى وسيدنا مريم ما يدخلش فيها حاجه، صور متحصنه فعلا ما يدخلش فيها حاجه. اوكي لا انا بتكلم على الدبدوب. لا لو في دبدوب في الدواليب حتى الاطفال يعني عودهم ان هم بعد ما يلعبوا نحطها ونقفل عليها يقفلوا عليها يعني بعد ما لعب بالدبدوب بتاع خلاص يتحط في الاوضه ويتقفل عليه. طيب طاقة المكان يعني فعلا في أي مكان بيبقى إيحاء كويس أو إيحاء مش كويس؟ يعني أنا وحضرتك قاعدين هنا دلوقتي تمام؟ فخلينا إن إحنا مثلا يعني إيه نقول إن إحنا شريرين
بعد ما نمشي اللي بعدينا يجي يحس ان هيحس ان احنا لو حساس للطاقة. لو حساس بالطاقة. في ناس يعني انا حساسة للطاقة، اتعودت بقى. يعني احنا مشكلة عندنا ان احنا مش بنصدق احساسنا. على فكرة الحواس دي حجب. يعني في دعاء للصوفية يقول لك ايه، اللهم لا تجعلني محجوبا مفتونا بنفسي محجوبا بحسي. يعني عينيا دي قافله، بشوف بس المنظور اللي فوق كده ما بشوفوش، واللي تحت كده ما بشوفوش. انا بسمع من 20 ل 20 الف ذبذبه للثانيه، اللي تحت كده ما بسمعوش واللي فوق كده ما بسمعوش. فالحس حجب. لما بتحرر من حسي ببتدي اعيش باحساسي. فلو انا سمعت المشكله بقى ان احنا مش بنصدق احساسنا، لا انا ابتدي اصدق احساسي. لا هو ممكن يقول ده وسوسه من الشيطان، ما واما مش بيصدق لعنه احساسه، الشيطان. ممكن يستعيذ بالله يحس. يعني انا مره كنت قاعده مع حد وفي حاجه مش طاهره، فقلت له البتاعه دي مش طاهره. قال لي انت عرفتي منين؟ انا كده اخاف منك. قلت له انا حساسه، انا حاسه يعني بقيت احس ان دي كويسه ودي مش كويسه. فتحت ده بالتدريب، ان الواحد بيستشعر المكان وتستشعر الاشخاص. يعني ممكن حد يجي كده اول ما يجي اقفل منه، او ممكن ده يبقى خلاص احنا مش مع. على فكره مش لازم استريح لكل الناس، ومش لازم استريح لكل الاماكن، ممشي مع احساسي. ده اللي انا عايز اقوله. انا اجي اشوف واحد كده فاقول لا ده انا مش مستريح له، خلاص انا بلاش. ده يعني مش عايز امشي معاه. على فكره فالمشكله دكتور ان انا لما اجي اتعامل معاه بعد فتره فلاقيه انسان كويس قوي، بس بعد في اخر الفتره هيبقى فاخر احساسك صح. فاخر النفق بيطلع فعلا بيحصل حاجه، ده اللي ما بيصدقش احساسي. يعني فدي حاجه سبحان فاحنا في الله. الاخر بنصدق، يعني احنا نصدق احساسنا. وبعدين انا ليه اجبر نفسي على حاجه؟ ما هو شخص انا مش مستريحه له بلاشه. يعني ان الدنيا ما خلصتش، مكان انا مش مستريحه له ما غيره، حد مش عايز ارد عليه ما ردش. يعني ليه بنقهر نفسنا؟ معيش حد عايز اكلمه ما اروح له اكلمه. يعني ليه ليه ده؟ ما دي بقى المشكله، ان احنا ايه، الماديه مسيطره علينا، لان احنا دراستنا كلها ماديه. يعني وبعدين ايه، لما اقول لحد كده يقول لي ده كده في علوم مثلا حاجه زي علم النفس بقى التقليد ده هينهار وكده. طب ايه يعني؟ يعني علم الجينات مثلا، علم الجينات ده جامعات واقسام ودي ان ايه ومش عارفه ايه وقصص. علم الجينات بيقول مثلا لو الاب عنده سكر والام عندها سكر، فطبعا بنسبه قريبه من 100% ان انا يجي عندي سكر بالمنطق، لان انا ما اخترتش جيناتي. دلوقتي بقى في علم اسمه اب جيناتك. الاب جيناتك ده هيذهب بقى بعلم الجينات للجحيم. يقول ايه؟ ان الانسان بيتحكم في جيناته. يعني انا لو انا عايزه ما يبقاش عندي سكر مش هيبقى عندي. وبالتالي بقى هعمل ايه؟ استدلوا على كده بايه؟ جابوا الخلايا الجذعيه وحطوها في اوساط مختلفه، في خلايا منهم عملت مخ، وخلايا عملت خلايا عصبيه يعني، وخلايا عملت مثلا قرنيه، وخلايا عملت عظم، وهكذا. ما كلها خلايا شبه بعض، بس ايه اللي اتحكم فيها؟ الوسط. فانا اقدر اظهر الجين واقدر الغي الجين، ده معناه ان علم الجينات كله خلاص. لا انا لو جيت طبيعي اوريدي رحت لدكتور سكر وانا عندي السكر، فيقول لي لا، ان بالتالي ان الوالد والوالده عندهم بيهيئك نفسيا. على فكره لو انا، لو انت رحت لدكتور غلط، وناس كتير بقى راح لدكتور غلط وقال له قلبك مش عارفه في ايه، هينزل تعبان. وبعدين يروح لدكتور تاني يقول له ده انت سليم، هينزل يلعب كوره. لا هو معظم دكاتره السكر فيقول لك لا طلاق ده مرض وراثي. ايوه تمام. لكن انا لو انا من الاول حاطه في دماغي لا انا اقوى من جيناتي، هقدر ان انا اتحكم فيه. صح. وفي ناس بتقهر السرطان، وناس بتقهر السرطان. لكن الاستسلام ده، ما هو بقول لك الفكره ايه، ان علم كامل باساتذته بجامعاته ممكن يذهب للجحيم خلاص، غير مأسوف عليه. للفكره ايه، ان خلاص ان انا بتحكم في الجينات. فعشان كده بقول مثلا علم الطاقه هيظهر. ما هو برده ما ينفعش حد يروح لدكتور من غير مقياس كده قاعد، ما يقول له عندك اكتئاب او عندك وسواس قهري او عندك كذا. طب انت عرفت منين؟ يعني قول مثلا دكاتره القلب عندهم رسم القلب وعندهم رسم قلب بالمجهود وعندهم اوكي اشعه او بتاع. طب بتوع علم النفس دول عندهم ايه؟ عندهم ايه؟ يعني هيدرس بايه؟ عرف منين عنده اكتئاب؟ طب ممكن عنده اكتئاب لحظي، او عنده اكتئاب طبيعه مرحله وهيخف مش محتاج ادويه، او عنده اكتئاب هو هيظبط الجسم هيظبط نفسه. يعني مره كنت بتعامل مع بنوته، بنوته دي جوزها توفى في رابعه. اوكي. فقالت لي انا بمشي ناسيه كل حاجه. وبدات فعلا تتعالج. فقلت لها انت مش عارفه اسمك؟ قالت لي عارفه اسمي. ومش عارفه بيتك؟ قالت لي عارفه. قلت لها خلاص، بعد الازمات العقل بيعمل فرمطه زي كمبيوتر. يعني لما بيحصل مثلا فيروس في الكمبيوتر بتاع، تلاقي الكمبيوتر كله الويندوز. انا بعمل كده. انا يعني لما بيحصل لي ازمه في حياتي فبيبقى عندي ديتيلز كتير، الديتيلز دي مش عايزه افتكرها. هي لو افتكر حياتها مع خطيبها والتفاصيل وكده هتتعب. فالعقل سقط كل ده، سقط معاه كل المعلومات ملهاش لازمه. المهم بالنسبه لها انها عارفه عنوانها وتليفونها وبيتها، خلصت بقى مش محتاجه تاخد دواء. قصة انها تدخل في ادوية دي تعبها.
اوكي. فالمفروض ان علم النفس ده يبقى بقى فيه حاجه اسمها، وده كاتباه في الكتاب، يبقى فيه علم نفس فيزيائي. ده يبقى مع الطبيب جنبا الى جنب، يعني يبقى فيه دكتور نفساني مع الطبيب المعالج او الدكتور. يبقى فيه اجهزه، لا يبقى فيه اجهزه تقيس مثلا اللي عنده اكتئاب، الاورا، الهاله، الطاقه اللي طالعه منه رماديه مثلا. انت عارف ان احنا كلنا حوالينا هاله زي اللي حوالين السيد المسيح والسيده العذراء دي، دي بتترسم بس احنا في ناس بتشوفها على فكره. هو في اجهزه وصلت لل، وفي اجهزه بترسم بس مش كل الاجهزه، في اجهزه فيكد مش حقيقيه بتتاثر بالجو، في اجهزه بترسم. فاللي عنده اكتئاب بتبقى الهاله بتاعته رماديه. اوكي، فالهاله الرماديه دي يبقى واحد عنده اكتئاب، يبقى انا عرفت، يبقى انا ابتدي بقى اشوف في السبب وابتدي اعالجه. الغضبان بتبقى الهاله حمراء، الاطفال بتبقى هالتهم خضراء. اوكي، الشيوخ برضو بتبقى هالتهم خضراء، اهل العلم بتبقى هالتهم صفراء او ذهبيه. فعرفت يعني في كتاب ذكرى من المراجع اللي هو كيف ترى الهالات، ده كتاب امريكاني بيقول لك ان انت الطريقه دي لو انت عودت نفسك تشوف الهاله محدش هيضحك عليك. يعني مثلا لو انت بصيت مثلا لرجل دين ولقيت هالته زرقاء مش هتسمعه، لان الهاله الزرقاء دي هاله المجرمين. فانت هتعرف ان هو مش صادق. اوكي، وان انت ممكن تبص لراجل عادي تلاقي هالته بيضاء او صفراء تعرف ان هو عالم، هتروح تعرف ان هو حد كويس. فعلم الطاقه ده هيطلع بينا بقى من قصص كتير. يعني هيخلي الواحد بيروح في مناطق بحث ويعرف الصدق من الكذب ما كانش بيروح لها قبل كده. انا اصلا يعني شددني حاجه ان حضرتك يعني خبيره في علوم الطاقه وما وراء الطبيعه. ايه هو اللي ما وراء الطبيعه يعني؟ وراء الطبيعه بقى، ما هو الطبيعه دي الحاجات اللي انا ماسكاها اللي انا بقيسها بايدي. وراء الطبيعه كل اللي بتقيسه الطاقه بقى، يعني الجن والملائكه ده انا بقيسه بالايه؟ بالطاقه. بالطاقه، الاكوان الموازيه، انت عارف ان احنا الارض، احنا كده الارض السادسه. في ارض سبعه. ما في سته غيرنا. سته كمان. في سته غير الارض اللي احنا عليها. والغريب انا كنت متخيلهم سبع كواكب، طلعوا سبع كور. يعني طبقات، حضرتك متخيل؟ وفي طبقه منهم في السحاب. الطبقه اللي في السحاب دي، بص عشان الحاجه لما تبقى صح اكتر من حد يشوفها، في اتنين من صحابي شافوها. في حد من اصدقائي قال لي كنت راكب الطياره. انا في حد بالمناسبه دكتوره من الاسبوع اللي فات على الفيس، احد الاصدقاء يعني، فكان قايل ان في طيار كويتي ومصور اتنين من الملائكه وهم بيطيروا. يعني انا بيتهيالي الموضوع ده، يعني احنا دخلنا كده، هل ده ممكن فعلا ان هو يشوف ملائكه؟ ملائكه دي افتراض، ممكن يقولوا كونوا كائنات من اراضي تانية. يعني عند السحاب مثلا، هو صديقي ده بيقول لي انا عند، لا ما هو لو ملائكه بيتهيالي، لان الجن ليه حد معين في السماء. ما هو الكون مش ملائكه وجن بس، في حاجه تانية غير كائنات اثريه كتير. ما بقول لحضرتك احنا ست احنا سبع اراضي. سبحان الله. اوكي، اراضي متوازيه. يعني احنا تحتنا في نظريه الارض المجوفه دي، في ناس تحتنا. وفي خمسه فوقنا. خمسه فوقنا دي اول ارض فوقنا دي في السحاب. فدي حد من صحابي، يعني من صحابي شافهم، يعني حد شافهم فعلا من الطياره، قال لي شفت ناس كده بدقون طويله وحاجات وعارف ارض زي ارض السندبات كده. فقال لي اللي جنبه يشوفها عشان يتهيئ، عشان يثبت ان ده مش تهيؤات، فشافها فعلا. وانا جالي يوتيوب ان واحد زي ما يكون بيصلي زي ما احنا بنقعد كده بنركع، موجود في مش بنركع واحنا قاعدين اللي هي ما بين السجدتين واحنا بنقول التشهد، موجود موجود الصوره دي متصوره على يوتيوب. واحده صاحبتي تانية وهي نايمه، احنا لما بننام بيطلع مننا الروح اللي هو الجسم الاثيري ده. الجسم الاثيري ده لما بيطلع ممكن يرتقي، اللي هو عند الصوفيه بقى الارتقاء. فقالت لي انا حلمت وانا نايمه ان انا رحت زي السحاب وبلعب بالقطن، فهي راحت لهم. ففي واحده منهم كلمتها. اوكي، يعني هو اتشاف، يعني الحقيقه بقى بص وصل من اكتر من حاجه. حد شافها وهو زينا كده صاحي واعي، وفي واحده من صحابي شافتها وهي نايمه. وفي حد صورهم والصوره متشيره وعندي على يوتيوب. طب نعدي بسرعه كده على الابراج يا دكتوره، الابراج فعلا علم ولا كذب المنجمون ولو صدفوا؟ الابراج غير التنجيم. التنجيم ان بكره هيحصل ايه. اوكي، بكره هيحصل ايه دي، ما احنا قلنا ملك الامر بيقوم الرئيس ملائكه اسم الله. لا انا بلاقي ناس كتيرة قوي مهتمين بالبرج، وانت برج ايه ويعني، فانا ما هو قصتين يعني، بقول الناس دي ايه يعني، ما حد يقول لي إيه؟ هيحصل ايه، اقول له ممكن انا اشوف لك هيحصل حاجه، حد يدعي دعوه ينزل امر تاني من السماء الدنيا تتغير. لان انا بقيس الطاقه اللي موجوده. طب فرصه وانت معايا دكتوره كده ومنوراني ومشرفاني. انا برج الحوت ده ظروفه ايه يعني؟ ان شاء الله برج الحوت انا بقى في الابراج الطبيعه مش الطالع. ان برج الحوت كبرج سلس، يعني احنا بناخد من طاقه اليوم اللي بنتولد فيه والشهر. اوكي، يعني اي حد مثلا مولود بالنهار تلاقيه يحب النهار.
اللي مولود بالليل يبقى كائن ليلي بيحب الليل. الحوت ده ليلي ولا لا يعني مولود امتى؟ ما هو الحوت ده برج شهر في ليل وفي نهار، فتلاقي مواليد برج الحوت بالنهار يحبوا يصحوا بالنهار ويشتغلوا بالنهار، مواليد برج الحوت بالليل. طبيعة برج الحوت ان هو برج ما بيحبش المشاكل ولا الستات ولا الرجاله. فعلا بيمشي جنب الحيط. لا ما بيحبش المشاكل فعلا، يعني ملوش طولة بال بعكس مثلا برج العقرب. لا لا دي حقيقة، الواحد كان بيدخل في مشاكل كتير، فطب انا هدخل في معارك وليه؟ لا بسيب الدنيا ايوه وخلاص يعني، فرايح دماغي. برج العقرب ما يعرفش يسيب طاره. صح. اي حد برج العقرب كده، مش بتكلم في ده، طبيعي طبيعي طاقه وقت، ما بيعرفش يسيب طاره فعلا. اوكي. برج العذراء بيهتم جدا بالتفاصيل جدا يعني، ويسال في التفاصيل، يعني لو حد صاحبك حتى او بيتكلم حد برج بيحط العذراء مناخيره في كل حاجه، يعني بيسال عايز يعرف الدنيا تفاصيل رايحه فين وجايه ملوش منين. علاقه بيها، بس هو طبيعته بيهتم بالتفاصيل. برج السرطان مشكلته في التغيير، يعني ان انت تغير مثلا الكرسي اللي قاعد عليه برج السرطان ده بيهدد حياته. تصور ان عملوا دراسه في امريكا لذيذه قوي، العلاقه ما بين الابراج والجريمه، فلقوا بقى رجل السرطان ده حد طيب وكويس كل حاجه، لقوهم ان اكتر الابراج جرائم بدافع الغيره، ان حد مثلا ياخد البارتنر بتاعه او شريكه في الحياه، ده بيهدد بالنسبه له امنه حتى لو ما بيحبوش. يعني ممكن هو مرتبط بواحده ما بيحبهاش، او هي مرتبطه بواحده ما بتحبوش، بس كله يختفي اكمنه بيحب الثبات بيبتدي يعمل جرائم. برج الجوزاء ما بيعملش جرايم، هو شايف من دماغه انه ما يستاهلش ان هو ينتقم من حد. يعني الابراج علم مش دجل او شعوذه او طبيعه تنبؤات. البرج، طبيعه البرج، لكن لا المستقبل الناس ده اللي بعيد ربنا. بيفتوا على الفضائيات لا في لا لا الموضوع لا، ده، يعني حضرتك شايفاه ازاي؟ ما هو اوريدي لو حاجه حصلت، لو انا شفت حاجه جايه ودعيت ربنا هيطلب بيها ممكن ما تحصلش. يا دكتوره نورتيني وشرفتيني النهارده، الوقت معاكي مر بسرعه والمخرج بيقول لي يعني وقت الحلقه انتهى، شرفتيني ونورتيني ميرسي. وانتهت حلقه هذا الاسبوع من برنامج فرسان الميدان. بنشكر الدكتوره رباب الششتاوي خبيره علوم الطاقه وما وراء الطبيعه. الى اللقاء في الاسبوع القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.